بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يستضيف استاد الجنوب بمدينة الوقرة القطرية قمة منتظرة بين مصر والجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021. ضمن المنتخبان المصري والجزائري التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كليهما على لبنان والسودان في الجولة الأولى والثانية، مما يعطي أهمية إضافية لهذه المباراة. وسيرغب كلا المنتخبان في تحقيق الفوز وفك الارتباط بينهما من جهة، ولتلافي مواجهة منتخب المغرب دور ربع النهائي. بالنسبة للتشكيل المتوقع للمنتخب المصري بمشيئة الله، في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع الونش وأيمن أشرف، أكرم توفيق وأحمد فتوح، خط الوسط عمرو السلية وحمد فتحي، في الخط الأمامي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومروان حمد. بالنسبة لموعد مباراة مصر والجزائر، تقام المباراة بمشيئة الله اليوم الثلاثاء الموافق 7/12/2021 على استاد الجنوب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ولبنان وليبيا، الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 11 بتوقيت الامارات. اما عن القنوات الناقلة للمباراة، فتذاع مباريات كأس العرب على قنوات بي ان سبورتس، وتحديدا قناة بي ان سبورتس HD1. كما اعلن قنوات الكأس القطرية عن اذاعتها لمباريات كأس العرب. استنى ان شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم ان شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.